أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وطيب الله أوقاتكم بالخير والبركات. حلقة جديدة من برنامج شرق وغرب، الكثير من المواضيع الشيقة والممتعة من الشرق والغرب، نتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم. لنستعرض معا مواضيع حلقة اليوم. طائرة سويسرية تعمل بالطاقة الشمسية. أعضاء بشرية إلكترونية تؤدي وظائف البشر في أمريكا. اكتشاف مقبرة في البيرو يبلغ عمره 1000 عام. شلالات هوكو مقصد سياحي في اليابان. أهلا ومرحبا بكم. صار بالإمكان الآن في سويسرا التحليق بأول طائرة من دون استخدام قطرة واحدة من الوقود. الطائرة الجديدة تعمل بالطاقة الشمسية. للتعرف أكثر على هذه الطائرة نشاهد. أول طائرة سويسرية تعمل بالطاقة الشمسية بدون استخدام الوقود. الرحلة الأولى انطلقت من مطار في شرق سويسرا، عبرت البحر الأبيض المتوسط لتتوقف في إسبانيا. استغرقت 20 ساعة من التحليق قبل الإقلاع مرة أخرى إلى عاصمة المغرب الرباط. الرحلة التجريبية تساعد الطيارين في التحضير لخوض رحلة حول العالم بالطائرة نفسها. من أكثر الأمور الجالبة للمرح في الأمر هي إمكانية تحليقك حتى 9000 مترا بطاقة شمسية، وكلما حلقت أكثر كلما اختزلت طاقة أكبر خلال اليوم في البطاريات. هذا أمر جميل جدا ومختلف تماما، إنه لأمر يستحق المحاولة أن نحلق باتجاه مدريد بينما نولد الطاقة في الوقت نفسه. هذه هدية كبيرة جدا. بدأ مشروع الطائرة الشمسية في عام 2003 بميزانية 90 مليون يورو ولمدة 10 سنوات. فريق العمل يشمل مهندسين سويسريين ومساعدات من إحدى المجموعات الكيميائية البلجيكية. الطائرة تحتوي على 12,000 خلية شمسية. الطائرة انطلقت في أول رحلة لها في أبريل من العام 2010 ورحلة أخرى استغرقت 26 ساعة تحليق في الجو، أي بعد 3 أشهر من الرحلة السابقة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية. في عام 2011 أكمل طاقم الطائرة أول رحلة دولية بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية بهبوطهم في مطاري كل من مدينتي باريس وبروكسل. لا تشكل الطائرة الشمسية أي تهديد على الطائرات التجارية الأخرى، حيث تبلغ سرعة الطائرة الشمسية 70 كيلومترا في الساعة، بينما تملك الطائرات الأخرى القدرة على الطيران بسرعة قد تصل إلى 10 أضعاف تلك السرعة. القائمون على المشروع اعترفوا أن إدخال الطائرة الشمسية من ضمن حركة الطيران التجارية سيكون تحديا كبيرا، لكن التحليق حول العالم في طائرة لن تستغرق ولا قطرة وقود واحدة بالتأكيد سيكون محط اهتمام الكثيرين. رحم الله عباس بن فرناس وتجربته في الطيران. ومن الطيران إلى أبحاث العلماء. الأبحاث والدراسات التي يجريها الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية على البشر كثيرة. آخر ما توصل الباحثون أنه بالإمكان في المستقبل توفير الأعضاء البشرية. لمعرفة ذلك نتابع. دان شي وزملائه من معهد ويس التابع لهارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية يقومون ببناء رئة بشرية قد لا تبدو مثل تلك الرئة الحقيقية للإنسان، لكنها تحوي كل خلايا العضو البشري مجتمعة بشكل جيد لتكون على رقاقة إلكترونية صغيرة. شي وزملائه يحاولون الوصول إلى آفاق جديدة في مجال الهندسة الحيوية الطبية. ووفقا لرئيس فريقهم دون أنجبير الذي تحدث عن أعوام من البحث العلمي المتواصل أدت إلى تمكن العلماء أخيرا من استنساخ كل الأعضاء البشرية. تكمن الفكرة هنا في أن شركات الأدوية كانت تجاربها محدودة من خلال حقيقة الدراسات المبنية على نتائج حيوانية. نحن نفقد أرقاما لا حصر لها من الحيوانات في هذا الحقل من التجارب ونستهلك قدرا لا يصدق من الوقت. وبدلا من فشل التجارب على الحيوانات، يؤكد أنجبير أن الرقاقات ستنجح من دون أدنى شك لأنها مصنوعة من الخلايا البشرية. الرئة الموجودة على الرقاقة هي مصنوعة في الأساس من رئة إنسان حقيقية،
وخلايا شعيرية مفصولة عن بعضها بواسطة غشاء مسامي. هذه الخلايا تقع بين زوج من القنوات التي تحاكي الرئتين في طريقة عملها عن التنفس. هذه صور حقيقية لكيفية مهاجمة خلايا الدم البيضاء للبكتيريا، قدمها الباحثون لتتم إضافتها إلى الرقاقة. لأنها واضحة وضوح الشمس، يمكننا من خلال النظر في المجهر وملاحظة ما يحصل على هذه الخلايا البشرية والأغشية والأنسجة وغيرها، وهكذا نحصل على صورة واضحة عن آلية عمل العضو. كيف يمكن أن يعمل العقار؟ وهذه ميزة تحصل عليها الشركات المصنعة للدواء. إنجبير أوضح أن فريق عمله يحاول الآن التوصل إلى طريقة لربط رقاقات الأعضاء المختلفة مع بعضها، وسط آمال للتوصل إلى طريقة تحاكي طريقة عمل الجسد البشري المعقد. ولا تزال هناك طرق طويلة يتوجب على الباحثين قطعها فيما يتعلق بمشاريع وبحوث في مثل هذا المجال، لكن الباحثين يأملون في المستقبل أن تحل الرقاقات المصنعة بدلا من الأعضاء الإنسانية عن التجارب البشرية، ويضيف العلماء في هذا المجال عن طريقة جديدة وأكثر فعالية لاختبار الأدوية قبل نزولها إلى السوق. رحم الله قبرا لا يعرف، لكن علماء الآثار في البيرو اكتشفوا مقبرة تحوي عددا من الرفات غالبيتها من الأطفال، وتعتبر مدينة باكماك التي تقع في جنوب ليما عاصمة البيرو مدينة مقدسة بالنسبة لشعب الهورو الذين اعتادوا الصلاة فيها لإله الخلق بالنسبة لهم. إلى البيرو. فريق من علماء الآثار يعمل في مدينة باكماك في البيرو اكتشف مقبرة يبلغ عمرها 1000 عام مع ما تحويه من رفات أكثر من 70 غالبيتها من الأطفال. تظهر الصور التي التقطت بقايا جثث مغطاة بقماش إلى جانب هياكل عظمية تم العثور عليها خلال عمل الفريق في الموقع. لقد وجدنا قرابة 70 إلى 80 مدفنا في هذا المكان، ويعرف توزيع المدفن هذا في منطقة الشرق بحجرة الدفن، حيث ترتب الجثث في كل أنحاء الغرف بطريقة خاصة. يعتقد أن غالبية الجثث الموجودة في الموقع هي لأطفال كانوا يعانون من أمراض خطيرة أو تعرضوا لإصابات أودت بحياتهم. تكمن العلاقة الدقيقة لحجرة الدفن في المعبد المطلي. أراد الجميع البقاء قريبا من المكان لأنه كان موقعا فريدا من نوعه لعبادة الآلهة، فإذا أردت الذهاب مباشرة إلى المكان الأكثر قداسة فعليك البقاء قريبا منه، لهذا دفنوا في هذا المكان. وتعتبر مدينة باكماك والتي تقع على بعد 32 كيلومترا جنوب ليما عاصمة البيرو الحديثة مدينة مقدسة بالنسبة لشعب الهواري الذين اعتادوا الصلاة فيها لإله الخلق بالنسبة لهم باكماك. ويبلغ طول المقبرة 60 قدما مع غرفة بيضاوية الشكل فيها 12 جثة لأطفال رضع وضعت على طول الجدران مع توجيه رؤوسهم إلى مركز الغرفة. علماء الآثار وجدوا في المقبرة رفات 70 هيكلا عظميا وكذلك بعض الموميات التي وضعت جميعا بوضعية الجنين في بطن أمه وهي ملفوفة بالقماش. ووجد فريق العلماء أيضا بعض القرابين بجانب الرفات. ترتبط الاكتشافات الأخيرة في حرم مدينة باكماك بمقبرة أهيل والتي تقع في سفح معبد، حيث يصل الحجاج إلى هنا ليقربوا قرابينهم بدليل وجود قرابين أخرى تم تقديمها في هذا المكان. يتولى قيادة فريق علماء الآثار بيتر إيكهوت من جامعة فيري يونيفرسيتي في بروكسل، حيث ظل هو وفريقه ينقبون في الموقع 20 عاما عن قطعة الإنكا الأثرية. ما أجمل الاستمتاع بالمناظر الجميلة، وشلالات هوكو في اليابان واحدة من تلك الأماكن الجميلة التي تعد أهم المقاصد السياحية في البلاد. إلى هناك. شلالات هوكو التابعة للنهر الأصفر
الواقعة بين مقاطعة شنغيز اليابانية شهدت انهمارا غزيرا لمياه الأنظار المتواصلة على المناطق العليا للنهر، ما رسم صورة رائعة الجمال للمكان المزين بمجموعة من الشلالات الطبيعية. مجرى المياه الواسع امتلأ بالمياه التي أصدرت أصواتا عذبة من الخرير، حيث ارتفع الماء إلى أعلى منسوب له ليصل إلى مستوى ضفة النهر ويشكل مجموعة واسعة من الشلالات المنهمرة. بلغ معدل انهمار المياه من شلال الهوكو 2000 جالون في الثانية الواحدة. الأماكن في الشلالات ذات المناظر الخلابة جاهزة وبكاملها لاستقبال فترة الفيضانات المقبلة، وهي أيضا مزودة بما يلزم لضمان سلامة الزوار. أعزائي المشاهدين، تتابعون بعد الفاصل. الزائرون في حديقة سان دييغو يستمتعون بحيوان الرنة. السكان في روسيا يهربون من الثلوج. فيلم أمريكي يشهد كارثة مدوية. مهرجان موسيقى الأضواء في سيدني. أهلا ومرحبا بكم من جديد. استمتع زوار حديقة سان دييغو بحيوان الرنة المولود حديثا بعروضه الجميلة والشيقة. الحيوان يتميز بقدرته على التكيف والبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف المناخية القاسية، ويمتلك معطفا سميكا وأقداما دائرية كبيرة. إلى أمريكا. قضى الرنة البالغ من العمر 10 أيام في استكشاف الطين والجاري وتذوق الأطعمة الجديدة، واستطاع الحيوان تسلية الزوار في حديقة حيوان سان دييغو في الحدود الشمالية. ولد ذكر الرنة وهو يزن 12 باوندا، أما الآن فيبلغ وزنه 15 باوندا. يبقى عجل الرنة الذي لم يسمى بعد على مقربة من والدته، مقلدا سلوكياتها بما في ذلك طريقة مضغ الأطعمة الصلبة، ولا يزال العجل يرضع من أمه ولا يستطيع أكل طعام آخر سوى أنواع معينة من الأطعمة مثل أوراق الأكاسيا. يمكن العثور على حيوان الرنة في إقليم التاندرا والجبال وفي مواطن الغابات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. يتميز هذا النوع بقدرته على التكيف والبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف المناخية القاسية، حيث يملك معطفا سميكا وأقداما دارية كبيرة هي بمثابة الأحذية الثلجية الكبيرة بالنسبة له، مع قدرة جم عالية تمكنه من العثور على الطحالب والحشائش تحت الثلوج. روسيا معروفة بثلوجها وبأجوائها الباردة، ومع ذلك لم يتوقع السكان أن تمطر السماء الثلوج. والغريب في الأمر أن حجم حبات البرد تساوي حجم بيض الدجاج. إلى روسيا. أكثر من 20 شخصا جرحوا وطاول الدمار أكثر من 100 سيارة نتيجة لعاصفة ثلجية مفاجئة وسط مدينة ميجدوريتشينسك، وهي إحدى المدن الرئيسية الواقعة في سيبيريا. فجأة وبدون سابق إنذار عصفت رياح عاتية رافقتها تغيرات في الجو مع حلول الليل، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصاحبة لحبات بارد عملاقة وصل حجم بعضها إلى حجم بيض الدجاج، حيث أكد بعض شهود العيان أن حبات البرد وصل قطرها إلى 7 سنتيمترات مكعبة.
هرع السكان للبحث عن ملجأ للاختباء من حبات الثلج المتساقطة. حبات الثلج العملاقة أحدثت ثقوبا في نوافذ عدد من السيارات، وبعضها أدى إلى تهشم الزجاج بالكامل. خبراء الأرصاد الجوية لم يجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة المفاجئة، سوى أنها حدثت نتيجة للتراجع الحاد في درجة الحرارة من 32 درجة مئوية إلى 16 درجة مئوية بحلول الليل من اليوم نفسه. مدينة ميجلوتشينسك تقع في إقليم كيمفرو وسط سيبيريا بحوالي 3800 كيلومتر من العاصمة الروسية موسكو. من المعروف أن إنتاج الأفلام تحتاج إلى جهود ضخمة، لكن فيلم أمريكي اسمه الرجل الوطواط شهد كارثة مدوية في الولايات المتحدة الأمريكية. لنتابع سويا. مسلح يخفي ملامح وجهه خلف لثام. أوضحت الشرطة أنه فتح النار على رواد السينما لمشاهدة فيلم الرجل الوطواط الجديد، موديا بحياة 15 رجل ومسببا جروحا لأكثر من 50 شخص. المسلح كان يرتدي قناع غاز وفتح النار على العرض بعد أن فجر قنبلة مسيلة للدموع في أحد المراكز التجارية في ضاحية أورورا. أحد الحاضرين في دار سينما القرن أوضح أنه شاهد السلطات وهي تنظف المكان وتحمل فتاة صغيرة، ما جعله يشعر أن ما حصل هو بالفعل كارثة مأساوية. جاء شرطي يمشي خلال الباب الأمامي قبل أن يتم خلو المكان تماما ممن كانوا فيه، وكل شيء كان تحت السيطرة. خرج الرجل من الباب الأمامي ومعه فتاة في يديه لم تكن تتحرك أبدا، وسمعت شاهدا آخر كان في نفس دار السينما معي، شخص كنت أتحدث معه قبل الدخول ومشاهدة الفيلم، كنت أتحدث في الهاتف، والجزء الأسوأ إنني أخبرت من كان يتحدث معي في الهاتف إنني رأيت طلقات لعيارات نارية على ظهر الفتاة. رئيس شرطة المنطقة صرح أن الشرطة ألقت القضاء على أحد المشتبه بهم في المنطقة، ولا يوجد أي دليل على وجود شخص آخر مشارك في الجريمة. أنت تعلم أننا لم نرى سوى أشخاص يتلقون المساعدة من وإلى المبنى، ولم نشاهد أي عملية إلقاء قبض على أحد، لم نرى شيئا مثل هذا. أنا ومن كان معي قبل الفيلم تحدثنا عن ما إذا خرج رجل ويديه مكبلتان، تحدثنا عن إمكانية وصوله إلى سيارة الشرطة سالما، لأنه كان هناك الكثير من الأشخاص الغاضبين الذي كانوا يبحثون عنه لينتقموا منه. We pretty much said, you know, if we see someone comes out in handcuffs, we doubt he's going to make it to the car. There were so many people angry and yelling and, you know, ready to just متحدث باسم الشرطة تحدث على أن المشتبه به هو شاب في مطلع العشرينيات من عمره، لم يبدي أي مقاومة أثناء اعتقاله، وكان يحمل سكينا وبندقية ومسدسا في يده، ومسدس آخر انتشل من مكان الجريمة، وكان يرتدي سترة مضادة للرصاص. ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا. المعروف عن العاصمة سيدني أنها مدينة الموسيقى والأضواء، وفي كل عام تحتفل هذه المدينة بمهرجان سيدني المشرق. لنشاهد. المدينة الأسترالية سيدني ومن جديد تتحول إلى لوحة رائعة الجمال من الموسيقى والأضواء والأفكار بانطلاق مهرجان سيدني المشرقة والذي يستمر أسبوعين. مهرجان سيدني المشرق جاء ليلقي بجماليات باهرة من الإبداع والإلهام، وليبرز المدينة التي تمتاز بشعبية كبيرة للأضواء الغامرة، منشآت وإسقاطات وعروض لموسيقيين محليين ودوليين في دار سيدني للأوبرا، وتبادل للأفكار المشرقة في NCA ضمت محادثات عامة ومناقشات ومناظرات من كبار المفكرين المبدعين في العالم. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا من شرق وغرب، نتمنى أن تكونوا استمتعتم بمشاهدتها. تحية مني ومن فريق العمل، دمتم